بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة وأول أبواب الفتن للإمام القرطبي. على مدار 8 حلقات متتالية نقدم هذا الكتاب المسموع، لكن قبل البداية لابد لنا من كلمة. هذا الموضوع ورد في السنة النبوية الشريفة المطهرة، وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدث به الصحابة من بعده، وعلى رأسهم الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلا أن الحديث عن الفتن والملاحم قد لا ينبني عليه تطبيق عملي إلا في بعض المواقف لبعض الأحداث. وفي هذه الحالة فإن الأمر يحتاج إلى مسلم واعٍ فاهم لما يدور حوله من طبيعة الأحداث والعصر الذي يعيش فيه، حتى يمكن من عمل الإجراء المناسب الذي يرضاه الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون صواباً موافقاً للشرع على وجه اليقين بدون تأويل أو شك، حتى لا ينزل حديثاً معيناً على زمان ليس بزمانه، مما يؤدي إلى كوارث لا قدر الله. وهذا حدث كثيراً فيما سبق، وليس هنا مكان سرد القصص التي حدثت بسبب هذا الموضوع التي تأول فيها أناس بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأدت إلى مخالفات شرعية وقتل وسفك دماء. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فيما روى البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجه هذا الأعرابي إلى ضرورة الاستعداد للساعة بالعمل الصالح، ولا يعنيه متى ستكون. فوجهه صلى الله عليه وسلم إلى الإعداد لها والانشغال النافع بالأعمال التي تكون في ميزان حسناته يوم القيامة، استعدادا للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أما الاشتغال بموعد القيامة ومتى تقوم الساعة وتحديد عمر الدنيا وتحديد عمر أمة الإسلام بالضبط، وكل هذه الأمور التي لا ينبني عليها عملا فلا تعني بالنسبة للمسلم شيء، وكل إنسان يموت تقوم قيامته وتكون هي ساعته. وكلمة أخيرة أقولها لكل متابعين الكرام: موضوع الفتن والملاحم وأحداث نهاية الزمان من المواضيع التي كثر اللغط فيها والكلام حولها، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث نجد من بعض صانع المحتوى الكرام والتي نظن بهم خيرا إن شاء الله، من يجد في هذا الموضوع مادة خصبة لجذب كثير من المتابعين وحصد كثير من المشاهدين. والله أعلم بالنيات، ألا فليتق الله كل من يتعرض للكلام في هذا الموضوع أن يتكلم بالعلم وبالدليل الشرعي من المصادر الموثوق بها والمعتمدة في الشرع الإسلامي، وأن يوجه المسلمين إلى كيفية العمل بمثل هذه الأحاديث. وها نحن نقدم هذا المحتوى من كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، وفي نفس الوقت نقدم محتوى آخر للإمام نعيم ابن حماد. هذا الكتاب الذي نقدمه في هذه الحلقات المتتالية يتكون من جزئين: الجزء الأول أبواب الفتن وهي 23 باب، والجزء الثاني بعنوان الملاحم وهي 51 باب. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. المقال في أخبار المسيح الدجال، نتناول في هذه الحلقة بالشرح والتفصيل ذكر كل ما يتعلق به، صفته ونعته، ومن أين يخرج،
وما علاقة خروجه وما معه إذا خرج وما ينجي منه، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. إذا كنت مهتما بالفتن والملاحم وأحداث آخر الزمان، فسوف تجد كل ما تبحث عنه في هذا المحتوى على هذه القناة. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، ما معنى الدجال؟ باب ذكر الدجال وصفته ونعته، ومن أين يخرج، وما علاقة خروجه، وما معه إذا خرج، وما ينجي منه، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على 10 وجوه. رقم 1، أن الدجال الكذاب قاله الخليل وغيره، وأنها دجله بسكون الجيم ودجله بفتحها، كذبه لأنه يدخل الحق والباطل، وجمعه دجالون ودجاجله في التكسير وقد تقدم. رقم 2، أن الدجال مأخوذ من الدجل، وهو طلاء البعير بالقطران، سمي بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه، كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة وهي القطران يهنأ به البعير، اسمه إذا فعل به ذلك المدجل، قاله الأصمعي. رقم 3، إنما سمي بذلك لضربه في نواحي الأرض وقطعه لها، يقال دجل الرجل إذا فعل ذلك. رقم 4، أنه من التغطية لأنه يغطي الأرض بمجموعه، والدجل التغطية، قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته، ومنه سميت دجلة لانتشارها على الأرض وتغطية ما فاضت عليه. رقم 5، سمي دجالا لقطعه الأرض إذ يطأ جميع البلاد إلا مكة والمدينة، والدجالة الدفقة العظيمة. وأنشد ابن فارس في المجمل: دجالة من أعظم الرقاق. رقم 6، سمي دجالا لأنه يغري الناس بشره، كما قال: لطخني فلان بشره. رقم 7، الدجال المخرق. رقم 8، الدجال المموه، قاله ثعلب ويقال سيف مدجل، إذا كل قد طلي بالذهب. رقم 9، الدجال ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله وداخله خزف أو عود، سمي الدجال بذلك لأنه يحسن الباطل. رقم 10، الدجال فرند السيف، والفرن جوهر السيف وماؤه، ويقال بالفاء والباء إذ أصله عين صافية على ما تنطق به العجم، فعربته العرب، ولذلك قال سبويه وهو عندهم خارج عن أمثلة العرب. والفرند أيضا الحرير، وأنشد ثعلب: بحلية الياقوت والفرند مع الملابي وعبير أسرلة، أي خالصا. قال ابن الأعرابي: يقال للزعفران الشعر والملاب والعبير والمردقوش والحشاد. ذكر هذه الأقوال العشر الحافظ أبو الخطاب بن يحيى رحمه الله في كتاب مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين. ثانيا، ما ينجي من المسيح الدجال. مسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. ثالثا، صفات الدجال. أبو بكر ابن أبي شيبة عن الفلتان ابن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما مسيح الضلالة فرجل أجل الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض المنخر فيه الدفاء، قوله فيه دفى أي انحناء. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض وليطأطئ رأسه فيشرب،
فإنه ماء بارد، وأن الدجال ممسوح العين عليها غفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية كذا عند جماعة رواه مسلم: فإما أدركنا قال ابن دحية وهو وهم، فإن لفظه هو لفظ الماضي، ولم أسمع دخول نون التوكيد على لفظ الماضي إلا ها هنا، لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي، وصوابه ما قيده العلماء في صحيح مسلم. عن عبد الله بن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما أرى من آدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعا يده على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو المسيح ابن مريم، ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح الدجال أبو بكر ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور جعد هجان أقمر كأن رأسه غصنة شجرة، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن الخزاعي، فإما أهلك الهلك فإنه أعور، وأن الله ليس بأعور. أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض المنخر فيه اندفاء مثل قطن ابن عبد العزى. فقال له الرجل: يضر بي يا رسول الله شبهه؟ فقال: لا، أنت مسلم وهو كافر. وخرج عن أبي بن كعب قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وتعوذ بالله من عذاب القبر. الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ليخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة. إسناده صحيح. رابعا: من هم تابعي الدجال؟ ذكر عبد الرازق قال: أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من أمتي 70,000 عليهم السيجان، والسيجان جمع الساج، وهو طيلسان أخضر. وقال الأزهر: والطيلسان المقور ينسج كذلك. خامسا: العلامات الكونية لظهور الدجال. الطبراني عن قتادة ابن شهر بن حجب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الدجال فقال: إن قبل خروجه 3 أعوام تمسك السماء في العام الأول 3 قطرها، والأرض 3 نباتها، والعام الثاني تمسك السماء 3 قطرها، والأرض 3 نباتها، والعام الثالث تمسك السماء قطرها والأرض نباتها، حتى لا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف إلا مات. وذكر الحديث. وفي بعض الروايات بعد قوله: وفي السنة الثالثة يمسك الله المطر وجميع النبات، فما ينزل من السماء قطرة ولا تنبت الأرض خضرة ولا نباتا، حتى تكون الأرض كالنحاس والسماء كالزجاج، فيبقى الناس فيموتون جوعا وجهدا، تكثر الفتن والهرج، ويقتل الناس بعضهم بعضا، ويخرج الناس بأنفسهم، ويستولي البلاء على أهل الأرض. فعند ذلك يخرج الملعون الدجال من ناحية أصبهان من قرية يقال لها اليهودية، وهو راكب حمارا أبتر يشبه البغل، ما بين أذني حماره 40 ذراعا. ومن نعت الدجال أنه عظيم الخلقة، طويل القامة، جسيم أجعد قطط أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق،
وعينه الأخرى ممزوجة بالدم، وبين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن، فإذا خرج يصيح 3 صيحات ليسمع أهل المشرق والمغرب. ويروى أنه إذا كان في آخر الزمان تخرج من البحر امرأة ذات حسن وجمال بارع، فتدعو الناس إلى نفسها وتخترق البلاد، فكل من آتاها كفر بالله. فعند ذلك يخرج الله عليكم الدجال، ومن علامة خروجه فتح القسطنطينية، لأن الخبر ورد أن بين خروجه وفتح القسطنطينية 7 أشهر. وقد تقدم سادسا، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال. ذكر أبو داود الطيالسي قال عن سفينة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، ألا وإنه أعور العين بالشمال وباليمين غفرة غليظة، بين عينيه كافر يعني مكتوب كافر، ويخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار. فيقول الدجال للناس: ألست بربكم أحيي وأميت؟ ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء، إني لأعرف اسمهما واسم آبائهما، ولو شئت أن أسميهما، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول: ألست بربكم أحيي وأميت؟ فيقول أحدهما: كذبت. فلا يسمعه من الناس أحد إلا صاحبه، ويقول الآخر: صدقت. وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة، فيقول: هذه قرية ذاك الرجل، فلا يؤذن له أن يدخلها. ثم يسير حتى يأتي الشام، فيهلكه الله عند عقبة أفيق. حدثنا حشرج عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد حذر أمته الدجال، إنه أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن بالله، معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. فيقول الدجال: ألست بربكم أحيي وأميت؟ فيقول أحد الملكين: كذبت. فلا يسمع أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول له: صدقت. فيسمع الناس فيظنون أنه صدق الدجال، فذلك فتنة. ثم يسير الدجال حتى يأتي المدينة، فلا يؤذن له، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام، فيهلكه الله عند عقبة أفيق. قال ابن مرجان في كتاب الإرشاد له: والذي يغلب على ظني أن النبيين المشبه بهما أحدهما المسيح ابن مريم، والآخر محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما أنذر بذلك ووصايا. وخرج أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا أن المسيح الدجال قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. سابعا، علامات أخرى للدجال. فصل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفا لم يبق معه لذي لب إشكال، وتلك الأوصاف كلها ذميمة تبين لكل ذي حاسة سليمة، ولكن من قضى الله عليه بالشقاوة تبع الدجال فيما يدعيه من الكذب والغباوة، وحرم اتباع الحق ونور التلاوة. فقوله صلى الله عليه وسلم إنه أعور وأن الله ليس بأعور، تبين للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصا في ذاته عاجزا عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون إلها لعجزه وضعفه، ومن كان عاجزا عن إزالة نقصه
كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته، وجاء في حديث حذيفة أعور العين اليسرى، وفي حديث ابن عمر أعور العين اليمنى. وقد أشكل الجمع بين الحديثين على كثير من العلماء، قال: وحتى إن أبا عمر ابن عبد البر ذكر ذلك في كتاب التمهيد له، وفي حديث سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدجال خارج وهو أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويقول للناس: أنا ربكم، فمن قال أنت ربي فقد فتن، ومن قال ربي الله عز وجل حتى يموت على ذلك فقد عصم من فتنته، ولا فتنة عليه ولا عذاب، فيلبث في الأرض ما شاء الله. ثم يجيء عيسى عليه السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، فيقتل الدجال. ثم إنما هو قيام الساعة. ثامنا، تحليل العلماء لحديث الدجال. قال أبو عمر ابن عبد البر: في هذا الحديث أعور العين، وفي حديث مالك أعور العين اليمنى، فالله أعلم. وحديث مالك أصح من جهة الإسناد، ولم يزد على هذا. قال أبو الخطاب بن دحية: ليس كما قال، بل الطرق كلها صحيحة في العينين. وقال شيخنا أحمد ابن عمر في كتاب المفهم له: وهذا اختلاف يصعب الجمع فيه بينهما. وقد تكلف القاضي عياض الجمع بينهما، فقال: الجمع بين الروايتين عندي صحيح، وهو أن كل واحدة منهما عوراء من وجه ما، إذ العور حقيقة في كل شيء العيب، والكلمة العوراء هي المعيبة، فالواحدة عوراء بالحقيقة، وهي التي وصفت في الحديث بأنها ليست بحجراء ولا ناتئة، وممسوخة ومطموسة وطافية على رواية الهمد، والأخرى عوراء لعيبها الملازم لها لكونها جاحظة، أو كأنها كوكب دري، أو كأنه عنبة طافية بغير همز، وكل واحدة منهما يصح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف والاستعمال أو بمعنى العور الأصلي. قال شيخنا وحاصل كلامه: أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء، إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها، والثانية عوراء بأصل خلقتها معيبة، لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله. قلت: ما قاله القاضي عياض وتأويله صحيح، أن العور في العينين مختلف كما بينته الروايات، فإن قوله كأنها لم تخلق هو معنى الرواية الأخرى، مطموس العين ممسوخها، ليست بناتئة ولا حجراء، ووصف الأخرى بالمزج بالدم، وذلك عيب عظيم، لا سيما مع وصفها بالظفرة الغليظة التي هي عليها، وهي جلدة غليظة تغشى العين. وعلى هذا فقد يكون العور في العين سواء، لأن الظفرة مع غليظها تمنع من الإدراك فلا تبصر شيئا، فيكون الدجال على هذا أعمى أو قريبا منه، إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة، وفي الشمال في حديث سمرة بن جندب. وقد يحتمل أن يكون كل عين عليها ظفرة غليظة، فإن في حديث حذيفة: وإن الدجال ممسوخ العين عليها ظفرة غليظة، وإذا كانت الممسوخة المطموسة عليها ظفرة، فالتي ليست كذلك أولى، فتتفق الأحاديث والله أعلم. وقيل الظفرة إنها لحمة تنبت عند المآقي كالعلقة، وقيده بعض الرواة بضم الراء وسكون الفاء، وليس بشيء. قاله ابن دحية رحمه الله. تاسعا، هل يجب الإيمان بخروج الدجال؟ فصل: الإيمان بالدجال وخروجه حق، وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث، خلافا لما أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة، ووافقنا على إثباته بعض الجهمية وغيرهم، لكن زعموا ما عنده مخارق وحيل، قالوا: لأنها لو كانت أمورا صحيحا لكان ذلك إلباسا للكاذب بالصادق، وحينئذ لا يكون فرق.
بين النبي والمتنبي، وهذا هذيان لا يلتفت إليه ولا يعرض عليه، فإن هذا إنما كان يلزمه لو أن الدجال يدعي النبوة، وليس كذلك، فإنه إنما ادعى الألوهية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليس بأعور، تنبيها للعقول على فقره وحدثه ونقصه، وإن كان عظيما في خلقه. ثم قال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن ومؤمنة، كاتب أو غير كاتب. هذا الأمر مشاهد للحس يشهد بكذبه وكفره. وقد تأول بعض الناس مكتوب بين عينيه كافر فقال: معنى ذلك ما ثبت من سمات حدثه وشواهد عجزه وظهور نقصه. قال: ولو كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في إدراك ذلك المؤمن والكافر، وهذا عدول وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب لذلك، وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم، لأن الله تعالى يمنع الكافر من إدراكه ليغتر باعتقاده التكسيم حتى يوردهم بذلك نار الجحيم. فالدجال فتنة ومحنة من نحو فتنة أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم فيقول لهم: أنا ربكم، فيقول المؤمنون: نعوذ بالله منك، حسب ما تقدم، لا سيما وذلك زمان قد انخرقت فيه عوائد، فليكن هذا منها. وقد نص على هذا بقوله: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة، وأما الكافر فمصروف عن ذلك بغفلته وجهله، وكما انصرف عن إدراك نقص عوره وشواهد عجزه، كذلك يصرف عن قراءة سطور كفره ورمزه. وأما الفرق بين النبي والمتنبي، فالمعجزة لا تظهر على يد المتنبي، لأنه لازم منه انقلاب دليل الكذب وهو محال. وقولهم: إنما يأتي به الدجال حيل ومخارق، فنقول معزول عن الحقائق، لأنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأمور حقائق، والعقل لا يحيل شيئا منها، فوجب إبقاؤها على حقائقها، وسيأتي تفصيلها بعون الله تعالى. عاشرا: باب ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذا خرج. البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. وذكر الحديث، وفي حديث فاطمة بنت قيس: فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، هما محرمتان علي كلتاهما. الحديث وسيأتي. وذكر أبو جعفر الطبري من حديث عبد الله بن عمرو: إلا الكعبة وبيت المقدس. زاد أبو جعفر الطحاوي: ومسجد الطور. رواه من حديث جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: فلا يبقى له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور، فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع. 11. باب منه إذا خرج المسيح الدجال يزعم أنه الله ويحصر المؤمنين في بيت المقدس. أبو بكر ابن أبي شيبة عن صبرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال: وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله، فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمل سلف، وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس. قال: فيهزمه الله وجنوده حتى إن جدار الحائط وأصل الشجرة ينادي: يا مؤمن، هذا كافر يستتر بي، تعال اقتله. قال: ولن يكون حتى تبدو أمور يتفاج شأنها في أنفسكم، تتساءلون بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ وحتى نزول الجبال عن مراتبها على إثر ذلك القبض. وإلى أن نلتقي مع باقي الحديث عن الدجال، لكم خالص تحياتي.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. المقال فيما يقال عن أخبار المسيح الدجال نتناول في هذه الحلقة بالشرح والتفصيل ما جاء في عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وصفة حماره وسعة خطوه وفي حصره المسلمين في جبال الدخان وكم يمكث في الأرض وفي نزول عيسى عليه السلام وقت السحر لقتل الدجال ومن اتبعه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا لحضراتكم. مسلم عن عمران ابن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية امرؤ بدل خلق، وفي حديث تميم الدري قال: فانطلقنا سراعا حتى الدير، فإذا أعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشد وثاقا الحديث. وسيأتي عن ابن عمر أنه لقي ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت: يرحمك الله، ما أردت من ابن صياد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها. وسيأتي من أخبار ابن صياد ما يدل عليه أنه هو الدجال إن شاء الله تعالى. وخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، أي قلة من أهله، وله 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم ثائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، فيقول للناس: أنا ربكم، وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يرد كل ماء وسهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله تعالى عليه، وقامت الملائكة بأبوابها، ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من اتبعه، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقال له الجنة، ونهر يقال له النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهي النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنة. قال: وتبعث معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس، فيقول للناس: أيها الناس، هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ فيفر الناس إلى جبل الدخان وهو بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيأتي في السحر فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل. فينطلقون فإذا هو بعيسى بن مريم عليهما السلام، فيقام للصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتفضل إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه، فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي. فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله.
قوله ينماث كما ينماث الملح في الماء، أي يذهب وينحل ويتلاشى. وفي بعض الروايات وذكر أن حماره حين يخطو من خطوة إلى خطوة ميل، ولا يبقى له سهل ولا وعر إلا يطأه، ولا يبقى موضع إلا يأخذه غير مكة والمدينة حسبما تقدم. ويأتي الكلام في حكم أيامه. وذكر عبد الرازق قال أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث الدجال في الأرض 40 سنة، السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كرام السعفة في النار. والصحيح أنه يمكث 40 يوما كما في حديث جابر، وكذلك في صحيح مسلم على ما يأتي في الكتاب بعد هذا إن شاء الله. أما عن خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات وسرعة سيره في الأرض وكم يلبث فيها، وفي نزول عيسى عليه السلام ونعته، وكم يكون في الأرض يومئذ من الصلحاء، وفي قتله الدجال واليهود وخروج يأجوج ومأجوج وموتهم، وفي حج عيسى وتزويجه ومكثه في الأرض، وأين يدفن إذا مات صلى الله عليه وسلم. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أولا، ما يجب عليك فعله إذا سمعت بالدجال؟ قد تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن له جنة ونارا، فجنته نار وناره جنة. أبو داود عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبل رجال من المؤمنين، تلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد، فيقول أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، فيقول ما ربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس ربكم قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه، قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيأمر به الدجال فيشج فيقول خذوه وشجوه، فيوجع ظهره وبطنه ضربا قال، فيقول أما تؤمن بي، فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول قم، ثم فيستوي قائما فيقول له أتؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، قال فيأخذه الدجال يذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى أرقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النار وإنما ألقى به في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. فمن هو هذا الرجل؟ قال أبو إسحاق السبيعي إن هذا الرجل هو الخضر، وفي رواية قال فيأتي وهو محرم عليه أن يدخل المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر، فيقولون لا،
قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلطه الله عليه. خرجه البخاري. رقم 2: البلاد التي سوف يدخلها الدجال. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا يصدعه الدجال إلا مكة أو المدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليها الملائكة صافين يحرسونها، فينزل بالصبخة فترجف 3 رجفات، يخرج إليه كل كافر ومنافق، وفي رواية منافق ومنافقة. خرجه البخاري. وعن النواس ابن سمعان الكلبي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: ما غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خله بين الشام والعراق، فيعبث يمينا ويعبث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لفه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت غرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخرب فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. رقم ثلاثة: مكان نزول المسيح ابن مريم. ثم يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فبين هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فنزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد يقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون. الأنبياء الآية 96: فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله النغف في رقابهم، فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة،
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت مضر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل أي اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ بهم تحت آباطهم، فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها كتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. زاد في أخرى بعد قوله مرت أماه ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. أخرجه الترمذي في جامعه، وذكر رمي يأجوج ومأجوج بنشابهم متصلة بالحديث، فقال ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما. ويحاصر عيسى ابن مريم الحديث وقال بدل قوله فيطرحهم حيث شاء الله، قال فتحملهم فتطرحهم بالنهبل، قال ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم 7 سنين، قال ويرسل الله عليهم مطرا الحديث إلى آخره في غير الترمذي، فيطرحهم في المهيل، والمهيل البحر الذي عند مطلع الشمس، وخرجه ابن ماجه في سننه أيضا كما خرجه مسلم عن أبيه أنه سمع النواس ابن سمعان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوقد المسلمون من قصي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. رقم 4، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة من الدجال؟ عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، وكان من قوله أن قال إنه لم يكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعبث يمينا ويبعث شمالا. يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي الله ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن من كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، إن من فتنته أن يقول الأعرابي أرأيت إن أبعث لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم
فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها فينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي فإني أبعثه الآن. ثم يزعم أن له ربا غيري، فبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال أبو الحسن الطنافسي: حدثنا المحاربي قال: حدثنا عبد الله ابن الوليد الرصافي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال: قال أبو سعيد: ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر ابن الخطاب حتى مضى لسبيله. رقم 5: أشكال فتن المسيح الدجال. قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقوه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من بيوتهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأضره ضروعا، وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيها من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف المسلطة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فينفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. رقم 6: أين العرب عند ظهور الفتن والملاحم؟ قالت أم شريك بنت أبي العسكر: يا رسول الله، فأين العرب؟ قال: هم قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام، فيرجع ذلك الإمام ينقص القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى عليه السلام يده على كتفه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وسلاح، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وانطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيضربه فيقتله، فيهزم الله اليهود ولا يبقى شيء مما خلقه الله يتآرى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم، لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعالى فاقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل: يا رسول الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب
ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وترفع حمة كل ذي حمة، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتغزو الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم عليه السلام، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمان فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. قيل: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب الحرب أبدا. فقيل له: يا رسول الله، وما يغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب بها الناس جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبث ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبث ثلث نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تمطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها فلا تنبت خضرا، ولا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس إلا هلكت إلا ما شاء الله. فقيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عنهم مجرى الطعام. قال ابن ماجه: سمعت أبو الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يرفع هذا الحديث للمؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. كيف كان الصحابة يستعدون لخروج الدجال؟ رقم 7: في حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال، فوالله إن أحدنا ليعجن عجينه فما يخبز حتى يخشى أن يفتن، وأنت تقول: الأطعمة تزوى إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفي المؤمن يومئذ ما يكفي الملائكة. فقالوا: فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولكنها تقدس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام المؤمنين يومئذ بالتسبيح. وذكر عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال: إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث مطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلكت. وإن من أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك إبلك، ألست تعلم أني ربك؟ فيقول: بلى. فيمثل الشيطان له نحو إبله كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه سمنا. قال: ويأتي الرجل: مات أخوه ومات أبوه، فيقول: أرأيت إن أحييت لك أخاك وأحييت لك أباك، ألست تعلم أني ربك؟ قال فيقول: بلى. فيتمثل الشيطان نحو أبيه وأخيه. قالت: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به. قالت: أخذت بجنبتي الباب، فقال: ميهم يا أسماء؟ فقلت: يا رسول الله، لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال: إن يخرج أنا حي فأنا حجيجه، وإلا فإن ربي خليفة على كل مؤمن. قالت أسماء: قلت: يا رسول الله، وإنا لنعجن عجينا
فما نخبزه حتى نجوع، فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس. رقم 8، من هم الذين سيدركون الدجال؟ خرج مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا، فليكسرن الصليب، وليقطرن الخنزير، وليضعن الجزية، وليتركن القلاص فلا يسعى عليها، وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون الناس إلى المال فلا يقبله أحد. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي رواية فأمكم منكم؟ قال ابن ذئب: تدري ما إمامكم منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بنفج من الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليدركن المسيح ابن مريم رجالا من أمتي مثلكم أو خيرا منكم. يقول ذلك 3 مرات، أذكره ابن برجان في كتاب الإرشاد له. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم على 800 رجل و400 امرأة خيار من على الأرض يومئذ، وكصلحاء من مضى. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيتزوج ويولد له ولد، ويمكث 45 سنة، ويدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. ذكره الميانشي أبو حفص، ويقال إنه يتزوج امرأة من العرب بعدما يقتل الدجال وتلد له بنتا فتموت، ثم يموت هو بعد ما يعيش 2 سنين. ذكره أبو الليث السمرقندي، وخالفه كعب في هذا، وأنه يولد له ولدان وسيأتي. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل 40 سنة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة. ثم ذكر الحديث. رقم 9، النبي أولى الناس بعيسى بن مريم. وبهذا السند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، فإذا رأيتموه فعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين منصرتين، كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل، وأنه يقطر الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال حتى يهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضا. يبقى في الأرض 40 سنة، ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. وفي بعض الروايات أنه يمكث 24 سنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو: ثم ينقص الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. الحديث خرجه مسلم وقد تقدم بكماله. وهذا يدل على أنه يمكث في الأرض 7 سنين، والله أعلم. وقال كعب الأحبار: إن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض 40 سنة، ويكثر الخير على يديه، وتنزل البركات في الأرزاق، حتى إن العنبة لا يأكل منها الرجل حاجته ويفضل، والقطف من العنب يأكل منه الجمع الغفير والخلق الكثير، حتى إن الرمانة لتثقل الجمل، وحتى إن الحي لا يعبر بالميت فيقول: قم فانظر ما أنزل الله من البركة. وأن عيسى عليه السلام
يتزوج بامرأة من آل فلان ويرزق منها ولدين، فيسمي أحدهما محمد والآخر موسى، ويكون الناس معه على خير وفي خير زمان، وذلك 40 سنة، ثم يقبض الله روح عيسى ويذوق الموت ويدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، ويموت خيار الأمة ويبقى شرارها في قلة من المؤمنين. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقيل إنه يدفن بالأرض المقدسة مدفن الأنبياء. فصل: ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان، يأمرهم على الله وينهاهم، وهذا أمر مردود بالأخبار التي ذكرناها من حديث أبي هريرة وبقوله تعالى: وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، وقوله: وأنا العاقب يريد آخر الأنبياء وخاتمهم. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل بشريعة متجددة وغير شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رقم 10: الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق. وقد روى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء لكرامة الله لهذه الأمة. خرجه مسلم في صحيحه وغيره. فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة ومجددا لها، إذ هي آخر الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فينزل حكما مقسطا. وإذا صار حكما فإنه سلطان يومئذ للمسلمين، ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي، قد قبض الله تعالى العلم وخلى الناس منه. فينزل وقد علم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم، إذ لا أحد يصلح لذلك غيره، ولأن تعطيل الحكم غير جائز. وأيضا فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى أن لا يقال في الأرض: الله الله على ما يأتي، وهذا واضح. رقم 11: فإن قيل: فما الحكمة في نزول عيسى بن مريم في ذلك الوقت دون غيره؟ فالجواب عنه من 3 أوجه. الوجه الأول: يحتمل أن يكون ذلك لأن اليهود همت بقتله وصلبه، وجرى أمرهم معه على ما بينه الله تعالى في كتابه، وهم أبدا يدعون أنهم قتلوه وينسبونه في السحر وغيره إلى ما كان الله يراه نزهه منه. ولقد ضرب الله عليهم الذلة فلم تقم لهم منذ أعز الله الإسلام وأظهر رايته، ولا كان لهم في بقعة من بقاع الأرض سلطان ولا قوة ولا شوكة، ولا يزالون كذلك حتى تقرب الساعة فيظهر الدجال وهو أسحر السحرة ويبايعه اليهود، فيكونون يومئذ عنده مقدرين أنهم ينتقمون به من المسلمين. فإذا صار أمرهم إلى هذا، أنزل الله تعالى عندهم أنهم قد قتلوه وأبرزه لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حيا، ونصره على رئيسهم وكبيرهم المدعي الربوبية فقتله، وهزم جنده من اليهود بمن معه من المؤمنين، فلا يجدون يومئذ مهربا. وإن توارى أحد منهم بشجر أو حجر أو جدار ناداه: يا روح الله، ها هنا يهودي،
حتى يوقف عليه، فإما أن يسلم وإما أن يقتل، وكذا كل كافر من كل صنف حتى لا يبقى على وجه الأرض كافر. أما الوجه الثاني وهو أنه يحتمل أن يكون إنزاله مدة لدنو أجله لا لقتال الدجال، لأنه لا ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت في السماء، لكن أمره يجري على ما قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، طه الآية 55. ينزله الله تعالى ويقبره في الأرض مدة يراه فيها من يقرب منه ويسمع به من نأى عنه، ثم يقبضه فيتولى المؤمنون أمره ويصلون عليه ويدفن حيث دفن الأنبياء الذين أمه مريم من نسلهم، وهي الأرض المقدسة، فينشر إذا نشر معهم. فهذا سبب إنزاله، غير أنه يتفق في تلك الأيام من بلوغ الدجال باب لد هذا ما وردت به الأخبار. فإذا اتفق ذلك وكان الدجال قد بلغ من فتنته أنه ادعى الربوبية ولم ينتصب لقتاله أحد من المؤمنين لقتلهم، كان هو أحق بالتوجه إليه ويجري قتله على يديه، إذ كان مما اصطفاه الله لرسالته وأنزل عليه كتابه وجعله وأمه آية. فعلى هذا الوجه يكون الأمر بإنزاله، لا أنه ينزل لقتال الدجال قصدا والله أعلم. والوجه الثالث أنه وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم حسب ما قال، وقوله الحق، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، الفتح الآية 29. فدعا الله عز وجل أن يجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أن ينزله آخر الزمان مجددا لما درس من دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم، فوافق خروج الدجال فقتله. ولا يبدو على هذا أن يقال إن قتاله للدجال يجوز أن يكون من حيث إنه إذا حصل بين ظهراني الناس وهم مفتونون قد عم فرض الجهاد أعيانهم، وهو أحدهم لزمه من هذا الفرض ما يلزم غيره، فلذلك يقوم به، وذلك داخل في اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. رقم 12، اختلف حيث يدفن المسيح عيسى بن مريم، فقيل بالأرض المقدسة ذكره الحليمي، وقيل يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناه في الأخبار. واختلف في لفظ المسيح على 23 قولا، انتظروني بعد هذا الفاصل القصير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. كلمة المسيح، اختلف في لفظ المسيح على 23 قولا، ذكرها أبو الخطاب ابن دحية في كتابه مجمع البحرين، وقال: لم أر من جمعها قبلي ممن رحل رجال ولقي الرجال، لمعرفة هذه المعاني 23 وبيان ما وقع في الحديث من الغريب. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدنا لحضراتكم الأقوال التي جاءت في معنى كلمة المسيح. القول الأول، وهو مسيح بسكون السين وكسر الياء على وزن مفعل، فأسكنت الياء ونقلت حركتها إلى السين لاستثقالهم لهم الكسر على الياء. القول الثاني، قال ابن عباس: كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئا، ولا ميتا إلا حيا. فهو هنا من أبنية أسماء الفاعلين، مسيح بمعنى ماسح. القول الثالث، قال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق. القول الرابع، قال أبو عبيد: أظن
هذه الكلمة هاماشيح بالشين المعجمة فعربت إلى مسيح، وكذلك تنطق به اليهود. القول الخامس، قال ابن عباس أيضا في رواية عطاء عنه: سمي مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله إخمص، والإخمص ما لا يمس الأرض من باطن الرجل، فإذا لم يكن للقدم إخمص قيل فيه قدم رحاء ورجل رحاء ورجل أرح وامرأة رحاء. القول السادس، قيل سمي مسيحا لأنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن. القول السابع، قيل سمي مسيحا لأنه مسح عند ولادته بالدهن. القول الثامن، قال الإمام أبو إسحاق الجواني في غريبه الكبير: هو اسم خصه الله تعالى به أو لمسح زكريا. القول التاسع، قيل سمي بذلك لحسن وجهه، إذ المسيح في اللغة الجميل الوجه، ويقال على وجهه مسحة من جمال وحسن، ومنه ما يروى في الحديث الغريب الضعيف: يطلع عليكم من هذا الفج خير ذي يمن، كأن على وجهه مسحة ملك. القول العاشر، المسيح في اللغة قطع الفضة، وكذلك المسيحة القطعة من الفضة، وكذلك كان المسيح ابن مريم أبيض مشرب حمرة من الرجال، عريض الصدر جعدا، والجعد ها هنا اجتماع الخلق وشدة الأسر. القول الحادي عشر، المسيح في اللغة عرق الخيل، وأنشد اللغويون: وإذا الجياد فضن بالمسيح، يعني العرق، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففصدت عرقا وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا. ذكره الخطابي في شرحه بالصاد والضاد، وأنشد العجاج: إذا الجياد فضن بالمسيح، يعني العرق. القول الثاني، المسيح الجماع يقال مسحها إذا جامعها، قاله في المجمل لابن فارس. القول الثالث عشر، المسيح السيف، قاله أبو عمرو والمطرز. القول الرابع عشر، المسيح المكاري. القول الخامس عشر، المسيح الذي يمسح الأرض أي يقطعها، قاله الثقة اللغوي أبو العباس أحمد ابن يحيى بن ثعلب. ولذلك سمي عيسى مسيحا، كان تارة بالشام، وتارة بمصر، وتارة على سواحل البحر، وفي المهامة والقفار. والمسيح الدجال كذلك سمي بذلك جولتهما في الأرض. القول السادس عشر، ذكره بسنده إلى أبي الحسن القبيسي، وقد سأله الحافظ المقرئي أبو عمرو الداني كيف يقرأ المسيح الدجال، فقال بفتح الميم وتخفيف السين مثل المسيح ابن مريم، لأن عيسى عليه السلام مسح بالبركة وهذا مسحت عينه. قال أبو الحسن: ومن الناس من يقرأه بكسر الميم وتثقيل السين فيعرف بذلك وهو وجه، وأما أنا فلا أقرأه إلا كما أخبرتك. قال ابن دحية وحكى الأزهري أنه يقال مسيح بالتشديد على وزن فعيل، قال فرقا بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم أسند عن شيخه أبي القاسم ابن بشكوال عن أبي عمران موسى بن عبد الرحمن قال: سمعت الحافظ أبا عمر ابن عبد البر يقول: ومنهم من قال ذلك بالخاء يعني المعجمة، وذلك كله عند أهل العلم خطأ لا فرق بينهما. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نطق به، ونقله الصحابة المبلغون عنه، وأنشد في ذلك أهل اللغة قول عبد الله بن قيس الرقيات، وقالوا دع رقية واجتنبها، فقلت لهم إذا خرج المسيح يريد، إذا خرج الدجال هكذا فسروه، ولذلك ذكرناه. وقال الراجز: إذا المسيح قتل المسيح، يعني عيسى بن مريم عليه السلام، يقتل الدجال بنبزك.
قرأته في المجلد الأول من شرح ألفاظ الغريب من صحيح محمد بن إسماعيل تأليف القاضي الإمام المفتي أبي الأزبر بن سهل القول 17، قيل سمي الدجال مسيحا لأن المسيح الذي لا عين له ولا حاجب، قال ابن فارس: والمسيح أحد شقي، وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب، ولذلك سمي الدجال مسيحا. ثم أسند عن حذيفة مستدلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، خرجه مسلم القول 18، المسيح الكذاب، وهذا يختص به الدجال لأنه يكذب فيقول أنا الله، فهذا أكذب البشر، ولذلك خصه الله بالشوه والعار القول 19، المسيح المارد والخبيث، وهو التمسيح أيضا عن ابن فارس ويقال هو الكذاب، وكذلك التمساح بألف القول 20، قيل للدجال المسيح لسياحته وهو فعيل بمعنى فاعل، والفرق بين هذا وبين ما تقدم في 15 أن ذلك يختص بقطع الأرض، وهذا يقطع جميع البلاد في 40 ليلة إلا مكة والمدينة القول 21، المسيح الدرهم الأطلس بلا نقش قاله ابن فارس، وذلك مطابق لصفة الأعور الدجال إذ أحد شقي وجهه ممسوح وهو أشوه الرجال القول 22، قال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من تأليفه: سمي مسيحا لأن الله مسح الذنوب عنه القول 23، قال الحافظ أبو نعيم في الكتاب المذكور: وقيل سمي ابن مريم مسيحا لأن جبريل عليه الصلاة والسلام مسحه بالبركة، وهو قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت مريم، الآية 31. أما بيان ما وقع في الحديث من الغريب انتظروني بعد هذا الفاصل القصير. عدنا لحضراتكم قوله: فيشج أي يمد، والميشار مفعال من أي شرط وشرط أشرا وعشرا، ويقال منشار بالنون أيضا وبالوجهين في الحديث، وهو مفعال أيضا من نشرت. وقوله: فخفض ورفع بتخفيف الفاء أي أكثر من الكلام فيه، فتارة يرفع صوته ليسمع من بعد، وتارة يخفض ليستريح من تعب الإعلان، وهذه حالة المكثر في الكلام، وروي بتشديد الفاء فيهما عن التضعيف والتكثير. وقوله: إنه خارج محله، يروى بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة قاله الهروي. والخلة موضع حزن وصخور، والحلة ما بين البلدين. وقال الحافظ ابن دحية ورواه ابن همام الحميدي: حلة بفتح الحاء المهملة وضم اللام، وكأنه يريد حلوله. قال: وقرأت في أصل القطيعي من مسند الإمام أحمد بن حنبل وأنه يخرج حيلة ولا أعلم روى ذلك أحد غيره، وقد سقطت هذه اللفظة لأكثر رواة مسلم، وبقي الكلام أنه خارج بين الشام والعراق، وجاء في حديث الترمذي أنه يخرج بخراسان، وفي الرواية الأخرى من ناحية أصبهان من قرية تسمى اليهودية، وفي حديث ابن ماجه ومسلم بين الشام والعراق. ووجه الجمع أن مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصبهان، ثم خرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام والله أعلم، وعاث بالعين المهملة والثاء المثلثة والتنوين على أنه اسم فاعل، وروي بفتح الثاء على أنه فعل ماض، ووقع في حديث أبي أمامة على فعل المستقبل، والكل بمعنى الفساد، عاث يعيث عيثا فهو عاث، عثى يعثي عثى يعثو لغتان. وفي التنزيل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، البقرة الآية 60.
المشركين، وقوله يا عباد الله فاثبتوا يعني على الإسلام، يحذرهم من فتنته، لأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وقوله فاقدروا له قدره. قال القاضي عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم، شرعه لنا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عن الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. قلت: وكذلك الأيام القصار الحكم فيها أيضا ما حكمه صاحب الشرع. وقد حمل بعض العلماء أن هذه الأيام الطوال ليست على ظاهرها، وإنما هي محمولة على المعنى، أي يهجم عليكم غم عظيم لشدة البلاء، وأيام البلاء طوال، ثم يتناقض ذلك الغم في اليوم الثاني، ثم يتناقض في اليوم الثالث، ثم يعتاد البلاء، كما يقول الرجل: اليوم عندي سنة، ومنه قولهم: وليل المحب بلا آخر. وقال آخر: وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا. وهذا القول يرده قولهم: أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره. والمعنى: قدروا الأوقات للصلوات. وكذلك لا التفات لطعنه في صحة هذه الألفاظ، أعني قوله: أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فقال: هذا عندنا من الدسائس التي كادنا بها ذو الخلاف علينا، ولو كان صحيحا لاشتهر على ألسنة الرواة كحديث الدجال، ولو كان لقوي اشتهاره، ولكان أعظم وأفظع من طلوع الشمس من مغربها. والجواب أن هذه الألفاظ صحيحة حسب ما ذكره مسلم وحسبك به إماما، وقد ذكرها الترمذي من حديث النواس أيضا، وقال: حديث حسن صحيح. وخرجها أبو داود أيضا وابن ماجة من حديث أبي أمامة وقاسم ابن أصبغ من حديث جابر. وهؤلاء أئمة أجلة من أئمة أهل الحديث. وتطرق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز والثقة بعيد لا يلتفت إليه، لأنه يؤدي إلى القدح في أخبار الآحاد، ثم إن ذلك في زمن خرق العادات، وهذا منها. وقوله: ممحلين أي مجدبين، ويروى أزلين، والمحل والأزل والقحط والجدب بمعنى واحد، ويعاسب النحل فحولها، وأحدها يعسوب وقيل أمراؤها. ووجه التشبيه أن يعاسيب النحل يتبع كل واحد منهم طائفة من النحل، فتراها جماعات في تفرقة، فالكنوز تتبع الدجال كذلك. وقوله: بين مهراودتين، أي بين شقي ثوب، والشقة نصف الملاءة، أو في حلتين، مأخوذ من الهرد بفتح الهاء وسكون الراء، وهو الشق والقطع. قال ابن دريد: إنما سمي الشق هردا للإفساد لا للإصلاح. وقال يعقوب: هرد القصار الثوب، وهردته بالتاء المثنى باثنتين من فوق إذا أحرقه وخرقه. وقال أكثرهم: في ثوبين مصبوغين بالصفرة، وكأنه الذي صبغ بالهردئ. وقع في بعض الروايات بدل مهرودتين ممصرتين كذلك، ذكره أبو داود الطيرسي من حديث أبي هريرة. والممصرة من الثياب هي المصبوغة بالصفرة، والجمان ما استدار من اللؤلؤ والدر. شبه قطرات العرق بمستدير الجوهر، وهو تشبيه واقع وليست بالمشبعة. وقال ابن الأنبري: مهرودتان بدال مهملة وذال معجمة، أي ممصرتين كما جاء في الحديث الآخر. وقال غيره: الهرود الذي يصبغ بالعروق التي يقال لها الهرد، هرد ثوبه بالهرد، وهو صبغ يقال له العروق.
وقال القطبي: إن كان المحفوظ بالدال فهو مأخوذ من الهرد والهرد والهرت الشق، ومعناه بين شقين، والشقة نصف الملاءة. وقال: وهذا عندي خطأ من النقلة، وأراد مهرودتين أي صفراوين، يقال هرت العمامة ألبستها صفرا، يقال هرت العمامة ألبستها صفرا، وكان الثلاثي منه هروت. فخالف الجماعة من أهل اللغة فيما قالوه، وقد خطأه ابن الأنبري وقال: إنما يقول العرب هربت الثوب لا هروت، ولو كان من ذلك لقيل مهراه لا مهروة، واللغة نقل ورواية لا قياس، والعرب إنما تجوز ذلك في العمامة خاصة لا في الشقة، ولا يجوز قياس الشقة على العمامة. وأما رواية الذال المعجمة فهو إبدال من الدال المهملة، فإن الذال والدال قد يتعاقبان، فيقال رجل مدل بالدال المهملة ومذل بالذال المعجمة إذا كان قليل اللحم خفي الشخص، والجمان ما استدار من اللؤلؤ والدر، شبه قطرات العرق بمستدير الجوهر، وهو تشبيه حسن. وقوله: فحرز عبادي إلى الطور، أي ارتحل بهم إلى جبل يحرزون فيه أنفسهم، والطور الجبل بالسريانية. قال الحافظ ابن دحية: قيدناه في صحيح مسلم جواز بالجيم والواو والزاي، كذا قيدناه في جامع الترمذي، وقيدناه أيضا حدر بدال مهملة. فأما حرز فهو الذي رواه أكثرهم، وصحح بعضهم رواية حدر، وكلاهما صحيح، لأن ما خير فيه قد أحرز، وكذلك جوز الجيم. وأما بدال مهملة فمعناه: أنزلهم إلى جهة الطور، من حضرت الشيء فانحدر إذا أرسلته في صبب وحدر. والنغف جمع نغفة، وهي الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم، وفرسي أي هلكي، وهو جمع فريس يعني مفروس، مثل قتيل وقتلى وصريع وصرع، وأصله من فرس الذئب الشاه، وأفرسها أي قتلها، كأن تلك النغف فرستهم، ويروى فيصبحون موتى، والزهم أنة، والبخت إبل غلاظ الأعناق عظام الأجسام، والزلفة المصففة الممتلئة، والجمع زلف. وقال ابن دحية: قيدناه في صحيح مسلم بالفاء والقاف، وهو المرآة، كذا فسره ابن عباس، وقاله اللغويان أبو زيد الأنصاري وأبو العباس الشيباني. واللقحة الناقة الحلوب، والفئام الجماعة من الناس، والفخ دون القبيلة وفوق البطن، والفثور بالفاء، الخوان يتخذ من الرخام ونحوه. قال الأغلب العجلي: إذا انجلى فاثور عين شمس يقال هم على فاثور واحد، أي على مائدة واحدة ومنزلة واحدة. والفاثور أيضا موضع قاله البخاري والله أعلم. أما ما جاء في أن حواري عيسى عليه السلام إذا نزل هم أصحاب الكهف وفي حجهم معه، انتظروني بعد هذا الفاصل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. الفتن والملاحم وأحداث آخر الزمان. أولا: باب ما جاء أن حواري عيسى عليه السلام إذا نزل هم أصحاب الكهف وفي حجهم معه. عن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وقد تقدم، وفيه: ولا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم ابن عبد الله ورسوله حاجا أو معتمرا، أو لا يجمعن الله ذلك له. قال كثير: فحدثت بهذا الحديث محمد بن كعب القرظي قال: ألا أرشدك في حديثك هذا؟ قلت: بلى. فقال: كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل، فأسلم وحسن إسلامه،
فسمع هذا الحديث من نص بعض القوم فقال: ألا أبشركم في هذا الحديث؟ فقالوا: بلى. فقال: إني أشهد أنه لمكتوب في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وأنه مكتوب في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله، وأنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمرا، أو يجمع الله له ذلك فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم، فيمرون حجاجا، فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. ثانيا، باب ما جاء أن عيسى إذا نزل يجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلقا من حواريه. ذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول في الأصل 23 والـ100 قال: عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: بعثني خالد ابن الوليد بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة، فلما دخلت عليه قلت: يا رسول الله. فقال: على رسلك يا عبد الرحمن. أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل زيد حتى قتل، رحم الله زيدا، ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل جعفر حتى قتل، رحم الله جعفرا، ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة فقاتل حتى قتل، رحم الله عبد الله ابن رواحة، ثم أخذ اللواء خالد ففتح الله لخالد، فخالد سيف من سيوف الله، فبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حوله، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: وما لنا لا نبكي، قد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا. فقال: لا تبكوا، فإنما مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها، فاكتبب فأكبت رواكبها، وهيأ مساكبها، وحلق سعفها، فأطعمت عاما فوجا ثم عاما فوجا، فلعل آخرها عاما طعما يكون أجودها قنواتا وأطولها شمراخا. والذي بعثني بالحق ليجدن ابن مريم في أمتي خلقا من حواريه. عن جابر ابن نفير قال: لما اشتد جزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أصيب مع زيد ابن حارثة يوم مؤتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدركن المسيح من هذه الأمة أقواما إنهم لمثلكم أو خير منكم 3 مرات، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها، والله أعلم. ثالثا، باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلما. البزار عن حذيفة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال فقال: لفتنة من بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا قضى لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة قبلها فقد نجا منها، والله لا يضر مسلما مكتوبا بين عينيه كافر. فصل. قلت: إن قيل كيف قال في هذا الحديث لا يضر مسلما وقد قتل الرجل الذي خرج إليه من المدينة ونشره بالمنشار وذلك أعظم الضرر؟ قلنا: ليس المراد ذلك، وإنما المعنى أن المسلم المحقق لا يفتنه الدجال فيرده عن دينه لما يرى عليه من سيماء الحدث، ومن لم يكن بهذه الصفة فقد يفتنه ويتبعه لما يرى من الشبهات كما في الحديث المذكور في الباب قبل هذا، ويحتمل أن يكون عموما يخصه ذلك الحديث وغيره، والله أعلم. اللهم قنا شر فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. الفتن والملاحم وأحداث آخر الزمان. باب ما ذكر من أن ابن صياد الدجال واسمه صاف ويكنى أبا يوسف، وسبب خروجه
وصفة أبويه وأنه على دين اليهود مسلم. عن محمد ابن المنكدر قال: رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال، فقلت له: أتحلف على ذلك؟ قال: إني سمعت عمر يحلف بالله على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود في سننه. وعن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صياد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه على متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل، فرفعت لنا غنم، فانطلق يعس، فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: آخذه عن يده. فقال: أبا سعيد، من خفى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفى عنكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة، فقد أقبلت من المدينة وأنا بمكة. وفي رواية: وقد حججت. قال أبو سعيد: حتى كدت أني أعذره. ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت: تبا لك سائر اليوم. وفي رواية: قال أبو سعيد وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل أي الدجال؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت. وعن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد مرتين فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال: فتحدثنا ثم فارقته. قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال: فنخرك أشد نخير حمار سمعته. قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها، فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ وعنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، هو يخيل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. رأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وفي رواية:
ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير في قتله. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. الترمذي عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولدا، ثم يولد لهما ولد أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: أبوه ضال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه امرأة فرد خيّة طويلة اليدين. قال أبو بكر: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وله همهمة، فكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد ابن سلمة. قلت: خرجه أبو داود الطيالسي. قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن علي ابن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله وفي آخره: أخبرني عن الدجال، أمن ولد آدم هو أم من ولد إبليس؟ قال: هو من ولد آدم، لا أنه من ولد إبليس، وأنه على دينكم معشر اليهود. وذكر الحديث، وقيل إنه لم يولد بعد، وسيولد في آخر الزمان، والأول أصح لما ذكرنا، وبالله توفيقنا. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في الدجال بن صياد، والله أعلم. فصل. قال أبو سليمان الخطابي: وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعي النبوة كاذبا ويتركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها، وما وجه امتحانه إياه بما خبأ له من آية الدخان، وقوله بعد ذلك: اخسأ فلن تعدو قدرك؟ قال أبو سليمان: والذي عندي أن هذه القضية إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفائهم، ذلك أنه بعد مقدمه كتب بينه وبينهم كتابا وصالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا في جملتهم، وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الغيب، فامتحنوه بذلك ليروا آية أمره ويخبروا بشأنه. فلما كلمه علم أنه معطل وأنه من جملة السحرة والكهنة، أو بمن يأتيه ربيب من الجنة أو يتعاهده شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به. فلما سمع منه قول الدخ زجره وقال: اخسأ ولن تعدو قدرك، يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان وأجراه على لسانه، وليس ذلك من قبل الوحي،
إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب، ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم الحق، وإنما كانت له آرات يصيب في بعضها ويخطئ في بعض. وذلك معنى قوله: يأتي صادق وكاذب. فقال له عند ذلك: خلط عليك. والحكمة في أمره أنه كان فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد امتحن الله قوم موسى في زمانه بالعجل، فافتتن به قوم وهلكوا، ونجا من هداه الله وعصمه منهم. وقد اختلفت الروايات في أمر ابن صياد فيما كان من شأنه بعد أن كبر، فروي أنه تآب عن ذلك القول، ثم إنه مات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل له اشهدوا. قال الشيخ: الصحيح خلاف هذا لحلف جابر وعمر أن ابن صياد الدجال، وروي أن أبا ذر كان يقول هو الدجال، وروي ذلك عن ابن عمر. وقال جابر: فقدناه يوم الحرة هذا، وما كان مثله يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة، والله أعلم. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أن الدجال ابن صياد عند كلامنا على خبر الجساسة إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.